أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ساحل تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة مع الفنان الكبير مراد كروت على فراش المستشفى زيتين بعد إجراء العملية إن شاء الله باللطف. وهذه أول كلمة للإعلام لساحل تي في، مش نسأل سي مراد على صحته، وكلمة للجمهور وللناس اللي يحبوه، لحبابه ولاصحابه اللي لتو ما جاوا. شكرا يا طارق، الحمد لله على كل حال. اللي تعديت الامور الصعيبه كلها معناها فيسع، ما كنتش نتصور باش نوصل للمرحله هذه. انا كنت متيقن ونعرف بالبدايه أنه الألام والتعب اللي تعبت فيه هو معاناة سنوات عديدة كما تعرف. ما نجمش الإنسان يتعب 60 سنة خدمة ومسؤوليات وبعد يخفر تريد في القروح ومرتاح. كل حال نشكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي سألوا على مراد كروت وحبوه وتشغلوا عليه، ونقول إن شاء الله نرجع لهم في عمل كبير آخر إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله باللطف عليك سي مراد، وعلم السادة المشاهدين سي مراد حلمة كبيرة يحب يحققها هي مسرحية أغاميمنون لتوفيق الحكيم، واحنا بيغماليون لتوفيق الحكيم، واحنا كنا معاه. والبارح زرناه انا والفنان والكاتب والمخرج صديقه سي كمال علاوي، وان شاء الله يتحقق هذا الحلم. ودعوه للجميع القراب من سي مراد واللي عاشروه ومن البعيد، انه على الاقل يسالوا عليه ويجيوا يطمنوا على صحته، وان شاء الله لاباس والحمد لله. شكرا سي مراد. عايشك يا بيغماليون، راهو حلمه مش متاع البارح، عنده 30 سنة نحلم بيغماليون، حتى تجاوزني العمر ما عادش نجم نخدمه، لكن باش نكون المخرج متاعه فقط. ان شاء الله ان شاء الله ربي يشدك في صحتك وتخرج لنا سالم، واحنا معاك متطوعين في هذا العمل. واني راه بعثت جمعيه محمد الزرقاتي للمسرح وفنون الفرجه، وان شاء الله شرف كبير انه نخدمه في الجمعيه. وانا نهار الاثنين باش نقابل السيد الوزير في هذا الغرض، وباش نجبدلو على الكام تاعك على الحاله تاعك. شكرا. اذا اعزائي المشاهدين، كانت هذه الدردشه الاولى بعد العمليه، ان شاء الله باللطف على سي مراد، والى اللقاء مع اعمال سي مراد في الركح. مراد المبدع المنتج الحالم، والى اللقاء. انا فرحان ومسرور جدا لوجود الساحل تي في كبادرة طيبة جميلة لتحسيس المواطنين. هي فكرة جميلة برشا ونشجعوها، وأدعو كل من يستطيع أن يساعد هذه المجموعة أن يبادر بتشجيعها، فهي تعرف بالفن، تعرف بالسياسة، تعرف بالاقتصاد، بالوضع الاجتماعي الموجود. الدليل على ذلك أنها مست شرائح اجتماعية كبيرة ضعيفة في أوقات محرجة جدا، أوقات البرد والمطر والفقر، فكانت موجودة وساعدت هؤلاء. فتحية للساحل تي في، وإلى الأمام إن شاء الله.